بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه والكيم دوكال إذا لم زرم دي نصير دخل نتمورت الناس بران تمورت التلفزيون تزير ست مزيغ ثويس ربعة ذوني نسلم دم قرار بي في الله ونمرح بزي ونكيد نغ التكال تجديد تنثيم ليليث نلجمعة أي ثما أي سما سيدي ربي قار ذي القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون سي الآية ويمدكال دا الفرصة تقرضالت باش نسمك في الثورت أمبارك أول نوفمبر 54 أيمدكال أن مسلايف يريزني إلا أننا سنمدا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أن مسلاي متى الأسباب يجين الثور ثنغن بارك أهنتصر أن مسلاي في الدور نتمطوث قثور ثنغ أن مسلاي في عملية العصفور الأزرق أكت فضيلة الأستاذ المجاهد أمسنا وفضيلة الشيخ محمد صالح الصديق مرحبا بك فضيلة الأستاذ ربي يحفظ أمي قبل ذلك عرتنا يا مرحبا يا أهلا مرحبا. وسهلا أيم دكال فضيلة الأستاذ محمد صالح الصديق يرى ومازال يتاري ليمارو 140 الكتب سي الكتب يرى الجزائر تعود من غربتها يوذفت قسمان توبرك يرى الكتاب نيضا الشيخ محمد الطاهر حفيد الشيخ الشريف الإفليسي يرى الكتاب نيضا حب الوطني من الإيمان الكتاب نظام عملية العصفور الأزرق ويترجميه التفرنسيست الكتاب نظام كحريشا يمخالفا الزهر حبغي كلت نظام فضيلة الأستاذ ونشي نسو إن شاء الله أن مسلي في الموضوع إلا نغرس زاليس الموضوع إلا نسسبث وسو أقلانا نتنعم قل حرية الاستقلاله مرثنا ميكيد زوارغ الآية الكريمة واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وسيدي ربي ينكر وني يتتون وينا يسيدنا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله أنا مسلي في الآية وفضيلة الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين البداية السلمة في جميع أرض تحكيران ذي القزن تلوين ذي الشباب ذي الشابات السنديني غاوك السلام عليكم ورحمة الله وسنديني الزول في اللون مرحبا يسك الأيام والسان كيف كيف ولاش أس يغلب ويض الجهان الذاتي الجهان القيمة بوسنية خير بوسنة ربي كان ملان كيف كيف الساعات كيف كيف الطول ما قلنا 16 سنة 16 ساعة 12 ساعة على كل حال الأيام كيف 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 ولاش وين يغرب نويض نغادي نض السلفلاني يسعى القيمة أفوس النظام ولكن سواشو يسعان شربو السن سعان القيمة عليث أغليث سمسيد فلاس المدن تحبين أدخل من أين يتواخذ من ذي سن والسنقين يفضليه نربين شوين يوقع ذي سن شوين يتحقق ذي سن شوين يلان ذي سن وسنجين إن ياس ربي عز وجل سيدنا يوسف موسى عليه السلام إن ياس ذكرهم بأيام الله إن ياس ماذا بيك الأيام جين ومقارن أيام ربي عز وجل إلاق أن تفسرض إلى عباديك إلاق أن تفهمض إلى قوميك على خطر ما يلين فهمنتن ما يلين فهمن أشو يقع عندك سن أدخل من أماكنين ويدي خذ من ذي سن الشعر العربي شو يقار يقار وما فاقت الأيام أخرى بنفسها ولكن أيام الملاح الملاح
شو دينا البيتاغين إن دولاش أس يفن أس نظن سيمانيس وإنما إلا واس يفن أس نظن سوين يوقع عنديس وسنجين يفضل ربي لن وسن ومقارن أيام دينية لن وسن ومقارن أيام وطنية الأيام الدينية مثلا يوم الجمعة يسعى القيمة يفارد أنفس النظام اللي جال صلاة الجمعة اللي ندس صلاة الجمعة ينصف اللس القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله إذا صلاة إلا يوم الجمعة يتفضل وسجين أنفس النظام كذلك يوم العيد كذلك مثلا يوم الاثنين يتفضل على خاطر ذكس يقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكسك توفى ذكسك هجر والسنة جاء قنصا وسنة ربي أمكن من يتنس برسي ذي ربي على خاطر عليه أغليه سعى القيمة يا ترى والسنة الوطنية كذلك سعى القيمة نعم الأيام الوطنية وصل القيمة علين أغلين يوشو اللي جل باش بوين يوقع نكسن القرد المؤرخين القرد العلماء الحكمة العلماء المعرفة العلماء الثقافة قرن تمورت يسعان أتصبو السنجين يدو فرادن تنان أميقان الأمة العظيمة الأمة التاريخية الأمة الخالدة الأمة التي يعيش أطس الوجودين كذلك مرثاثة في الساعة أطس بوسان علين بوسان غلين ثمور ثنين دولة من ثمور ثنين خير تمور النظل ثمور ثنين وسارة والسنين ثنان فقيرة وسارة مسكينة مهانة ذليلة وسارة القيمة الوجود ما نحكرها الجزائر يا ترى الجزائر تسمور في سعان والسنجي علين والسنجي غلين والسنجي سعان القيمة نعم سعان والسن أطاس بارك الله فيك غره داس غمار والسقسيغ فوسنجي نتي نقر أو الآية الكريمة قر وذكرهم بأيام الله نعم أن الرسنجي لسيدي ربي عز وجل يواشو نعم ربي عز وجل مرينس بيوث يوث الحاجة بل ينسب الحاجة إنس تنسب إيمانيس كنا الحاجة نسعى القيمة ثمقراد بدنا ربي موسى عليه السلام الناس ذكرهم سبثي ثنيد بأيام الله شو الأيام الربي الأيام الربي كان متونس بني ربي على خطر سعى القيمة خطر عليه غليث خطر أين إضران نكسن وقسنين ذين سعى القيمة مقرد ذين سعن المنفعة تمقرات تمقرات ما نحكرها الجزائر يا ترى الجزائر عظيمة يا ترى غنية يا ترى سعى القيمة أمي سعى أسان أو سعى أسان 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 ننت باللي الجزائر غرص أطاس بوسان يسعى القيمة من جملة الأسان أطاس بوسان سعى يونواس إسبيس أول نوفمبر أول نوفمبر أدي صادف يوم الاثنين أمشان مي سعى القيمة يوم الاثنين أمشان مي يغال قوسنا ربي أمشان مي نزمل الدينين أول نوفمبر يوم واس قوسنا ربي مشي إلي جال الساعة أطاس أكثر بوسا النظام مشي على جال يطي الذي شي يطي جطاس نغذل الحرارة نغذل البرودة مشكاكي وإنما إلي جال بوش بوين إيرانديس أي نظرانديس المنفعة أي نظرانديس العامل أمقران أشو إيران انفجار الثورة انتفاضة الشعب الجزائري الثورة أول نوفمبر يوقع السنية الاثنين يوم الاثنين أول نوفمبر 54 ثوراني يشيف كان القيمة يوساقين يتيجع النساقين أعلاي أغلاي يشوى برزد سفلة وبوسان أكل ملا
السجي أول نوفمبر نلد سنين إدبذا ثورة ثورة يجي سوف جرد على الساعة 12 من صباحة يوم الاثنين أول نوفمبر 54 ويقام الشعب الجزائري الشعب الجزائري بشي جهة جهة من الجهات بشي ناحية من النواحي وإنما الشعب الجزائري كامل يقام الثورة يجي أمشي لا مشاكل من لنا الشعب وقوم الثورة وإنما كل يوث الجهة يكرن ذي السنكلة العباد يفجر من الثورة على الساعة 12 من صباحة يوم الاثنين ما رح كذوي ذاك دي كرنا وكي ثورة أسافر محسوب الشعب الجزائري أو يكر الثورة في كل ناحية لن جماعة من المجاهدين فجر الثورة ويدي فجرنا الثورة بشي غالبا من الاثنين مشهوريث ذا الشباب الشباب يسعان الوطنية يسعان الإيمان بالله يسحبين ثمور ثنسن يبغان أذمثن باش أذي حيو الوطن نسن أيجي سواجي أيجي سوا أيجي سوا سوا شو قوام الثوار هذا الذي قام به الثوار دين الله عظيم جدا جدا على خاطر باش تكر الثورة معناها تفكر يماني في الموت باش تنفض باش دحيون ويجير يوث الشهامة ويوث البطولة يوث القيمة ويسعى المثال هي فاربع ثاني يكرن أول نوفمبر فجر الثورة أربع عجين كل يوم يسعى القيمة كل يوم يسعى التاريخ كل يوم يلقى أثناء تابر في الله يقرى على خطر أم يرمي يجاء الزوجينس يجاء الرويس يجا يضحى حياتيس يفكي حياتيس الجزائر باش اسحيو الجزائر انسى غادي يموت وتيدو قال معنا انسى ما قلا يموت ما قلا يركا وكال وانما توقع دي المعنى الجزائر الى قد تسوع اللي الرايه ينس الى قد سوحيا الى قد سيدي أم الدول الاخرى أم الشعوب الاخرى المتحرره. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد صالح صديق في التوضيح وإذا تسيغ ذي الكل أطاس من الشهداء إذا كان دم سن في مرتو أطاس المجاهدين إذا كان يذين سن في مرتو سق الشهداء ونشي نتمسلاي في أول نوفمبر ونتمسلاي في ريزني ما كيتزوار الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الشهيد الشيخ محمد الطاهر حفيد الشيخ الشريف الإفليسي الشهيد كي أزمر ذي تحكوث في اللاس شي طوح لخطر شك هوريد في اللاس الكتاب يكمل نعم. بلا شك هوريد في اللاس الكتاب الشهيد كي غرس البصمة تقر ذالت قل منطقين الصح نعم. الشيخ الطاهر سنغ ثطاس سنغ ثطاس المعرفة يقواني عمقا فأنا كتبه في اللاس تكتب ولكن أديني شطوح في اللاس يلمون سبايقين أول نوفمبر الشيخ طاهر يعاون الثورة أكني يثندل على الثورة أول نوفمبر 54 يلتحق إلا ينسى الثورة يخدم الثورة بالخصوص العصفور الأزرق العصفور الأزرق ويدي لان مسؤولية في العصفور الأزرق لان تسند على خميس خميس إلا يفدى في مليلين في مليلين جهة تجزير تبعد في تجزير 17 كيلومتر خما جينس إلا وحدس يعني تسند المجاهدين ما لا تشني منسين ذكي ضغرس أسندي مسلي أسني شجاع أسني أسنديني أشيو اسمي هيجا ربي ويذ علي حيون نغ ويذ علي مثل يعني تغيه الشيخ من الجامع غرس الزاوية غرس الزاوية زاوية ثلاثة فتدث ثلاثة كيلومتر يسعى كذلك الجامع يفدث الجامع جين هني دي جمع دينا الجامع فنزوالوث هذا الشنين ينسين في السنة أسند يقوم الخطاب أثني شجاع
أتنيس إسفهم أشو إسني هكا ربي وقلنا في الأخيرة نغدو النيف ما نجح ما انتصر أسمي فاق في الناس الخبار باللي الشيخ هاكي يتعاون الثورة يتعاون الثورة يعني العصفور الأزرق يتعاون وكي يخدم العصفور الأزرق العملية العجيبة هاكي أشو خدم العسكر فرنسا وروح نتم زوالوث الشيخ تبع مرتيس تبع مرت الشيخ طارقين تلا على بعد 3 كيلومتر روحا الشيخ تبع مرت قام الشيخ محمد صغير الشيخ محمد صغير سوفرانتيد وبين داك الطلبة ينس سبدنت جهد الجهة وطفنت نسا انغانت في من غير يعني مع الأسف خربوه برصاص خدمت في شيء العجيب غرائب الطلبة اني كنت حكي رندكس اسمي موت الناس العسكر وروث اما تدفلم اما تمظلم الناس ابدا لو كانت تمظلم يقيمة كني امي شنت وشنن يقيمة كني تقريبا واحد 4 شهور وكان قيمة دلاء يغسانيس وقي الشيخ صغير لكن نغان الشيخ صغير ولن روحنا ثدرت عند الشيخ طاهر الشيخ طاهر بنت لي في الغابة مي بلنا الغابة الناس الكوماندا الناس ما الحصير مهني يكيدبوي غير ذاكي الناس حصير ديال الموت هي تنغم الناس هي استعدت انا تبطل اشو سينا الشيخ طاهر يعني يوقف يون الموقف للشجاعة ويسعى للمثال الناس ماذا بيك أثنى طول باش تظل طهور ماذا بك يتجم أظل طهور وبعدين نغطيه هي الكوماندا يجاث لكن يسلك تظليت يتيري ذكس ينغث ينغث الشيخ طهر أشو دلنا نويد يحضرا ويتدر على السجي مازال ذكس نيوان يند باللي الشيخ طهر يظل طهور صرزانا يعني استعقول سيوت العقلية ولو قادر نموت ولي القاقي ولي اكني سلك ناس ثورة اقلي وجدة الغد ذوقي الشيخ طهر يقيم المدة ياقي المدة ياقي ولا شوي كثير في اللاس وبعدين المدة الأخيرة ياقي ولا غير الواجب هذا كثبا في اللاس كثبا تكثب ثاقي في اللاس لا كذ باباس لا كذ عميس عميس الشيخ طيب الشيخ طيب اكيديغن وصل القيمة وسط التاريخ يموت يقولنا في سجن الحراش الشيخ طيباقي يجوهد نسى الشيخ الحداد يسعيوت البطولة يسعيوت الشجاعة يعني يسعيوت الشجاعة سعد المثال يغلي ذا مجروح يغلي ذا مجروح يثاب ذا في منطقة القبائل بوينتيد نسى ذا مجروح بيد بضال الحراش داونت لمدة 3 شهور اسمي يرتاح شمنت الحبس حكمناش سل إعدام وبعدين خفن في اللاس وغالا حكمنا في اللاس سل إشغال الشاقة مدى الحياة أدينا غير في الحاجة في الشيخ غيب اللي يسعى الكرامة إلا يون خدام يخدم دينا دينا يسبي دينا السجن يخدم يولى الشيخ طيباقي يسعى الأخلاق يولى في الصلاة يولى يقرا ولا ربي يولى يتسطى في المصحف يولى يتظلى ما لا يعجبيه دائما يخدميه يتسوي شي دمان يتسوي شي أيني حوايج يبوا شي ناس ولدي أزكى إن شاء الله ويتسفرها الناس الشيخ مكو يتسفر آخر كي يدير الحبس الناس قريناك ويتسفرها فعلا أزكى وني بدو يساو خدام مني باش ديو يامان اللي يتوضى غادي يسور كذا يوفي الميت يتوفى بعد ما يعدى الحبس الحراش 11 انسانه ربي يرحم ويرحم الشهداء النغمره ان شاء الله همس لي ذايد ونشين تمسلاي في الشيخ محمد الطاهر هنيذ باللي يمدبرن تروح تجمع النكيس ويسغيس يعني النصائح يسفهمها الجهاد كذا وإذا يرين عملية العصفور الأزرق تغن تسند الشيخ طاهر همو الشيخ نعم صحة أنا مسلي في عملية العصفور الأزرق وشك هريد في اللاس الكتاب يكمل عملية العصفور الأزرق
عملية العصفور الأزرق ميك اللي غزرغ الكتاب تسبين باللي الذكاء يتغن اللي مدبرا نثور النغ الحيلة يعني أن الحرب يتغرسن تخطيط يعني سعال نزاليس يتغرسن أن مثلي في عملية العصفور الأزرق فضيلة الشيخ محمد صالح الصديق. أولا عملية العصفور الأزرق ذيوت العملية توعرطات شائكة تسيني بينا باللي القادة للثورة التحريرية ذوي ذي سعان الأدمغة ذوي ذي سعان الحنكة والتجربة ذوي ذي سعان المكيدة الحيلة الحرب بحيث لعبن في القادة فرنسا القادة فرنسا يدفان الكليات الحربية يغران رطاس ولكن لعب في اللسن القادان الثورة العملية يخد ما في اللسن تكثف كامل إذن في اللسن سنين طويلة طاس ولكن أدي اختصر ما أمكانه شوية شوية إلا المقيم العام إلا الجزائر وقبل تسكر الثورة وإنه مقارن سوستيل سوستيل أكن يذكر الثورة يبدأ يتمسلي يقرب اللي الثورة يجي كذا هاجي الثورة بورش الثورة أكن أولين البوليس هذا غدا كسي خمن سن هي دائما يتمسلي يقرب اللي الثورة يجي مشي الثورة عن خوف الناس وكذا إلى آخره آخره اسمي ولا باللي الثورة تيدت يخدم سيون المخطط أشو المخطط الناس الجندة جماعة من 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 القبائل منطقة القبائل هذه جند الجنود النهنين عليهم غن المجاهدين أذنقن بشوية هذه ذولا موت القبائل لدغن على المناطق أخرى الجزائر شوية جين أذقون الثورة ولكن شتيل أكن يفكر يقم القائمة يجي يقم البرنامج يجي بويت فرنسا ثلاثة فرنسا يغادو مكانيس لاكوست لاكوست اسمي دويسا النجمع يسو ستيل يحكي ياسين ياسين كينين خدمة يون البرنامج لو كانت خدمة في الشينين أتن الثورة يجين أتخذون في دايس يحكي ياسامك الناس نجند جماعة أسنف كل سلاح لباس أسنف كل تجنات إدريمن ذنهني غالي ينقن المجاهدين بشوية على ما فوكن هي لاكوست يعجبيت ولا العملية تعجبيت ولكن يلاق أن بغا تيخدم يمشي دي لا يوان في منطقة القبائل غرغر شميس وقيم منطقة القبائل إلا يتحب بفرنسا إلا يغران ساد يوان ذارو مين إلا الصغار إذا الدرث يغران سيد الميس سيد الميس دي حبيب محب مليح وبعدين أرو مني بس مقشيش نير أرو مني يغال فرنسا يغال الصغار الميس دينا أما يغال المفتش ساعة قيمة ثم قرأت بدي بوش شهادة تفتش الوقت النير يفكر ثورة هي لك وسط يبيد وين منطقة القبائل يحكي يا الناس بغير أكو قمار مسؤول أفيوت العملية الناس مش العملية والناس ماذا بيك لو كان داوير الفلانين إلا لي فرنسا دا حبيبي يستثموت القبائل ودا حبيبي أنا معاون كيدس يبيد المفتشين يغران تسادواكي يبيدني تفقد فيما بينهم تفقد باللي إنه هني أري سيرا العملية يجي وجد إني كان وجد قرار إسميس وجي يروح عليون قعزوهن وجي عزوهن قرنس أحمد وزيد أحمد وزيد يجي ذا وطني ذا المناضل ولكن كان فكر الثورة إن الناس القيادة العليا للثورة الناس ماذا بيك أتقم ضريس طورة قعزوهن باش تسلى عسكر فرنسا تنغوري شتيني إلا قد تسوي الخبار نصن تتبع الخبار هي وقي توكل باش يخدم القضية يروح على حمد وزايد يحكيس إن ثلاثة
لاكوست يكلفيه لكل يوم فرنسا باش نخدم القضيه الفلانيه ماذا بك تعاون واقي ذا وطني ولكن وين يحصل باللي ذا وطني يحصل باللي مناضل الناس ماذا بك يتجر اذكى ان شاء الله كي تخبره اذكى ان شاء الله يروح احمد وزايد يروح على كريم القاسم محمدي سعيد عميروش جماعه يخبريهم الناس فرنسا ما تخدم كذا وكذا وكذا اشو ذا الراي نون كريم بن قاسم الناس قبل الناس قبل كل معهم الناس قبل يقبل شادي ليسن بديو غالي وينا سيدني وغالي الناس قليل قبلة وغالي مال القضية كانت في محمد مضيان بريروش محمد مضيان بريروش قال الناس يعذرون محمد أثنت تصور لنا الكتاب محمد يعذرون القيادة وقين يجعل ذي المسؤولة في العملية يقين في العملية يقين هذا شيء خدم جندن جندن لمنطقة القبائل جندن أطاس يكفيك الحال جندن في ظرف أربع شهور جندن أكثر من 500 واحد يعني حاجة لا تقبل عقلا ولكن ذاني يقال 500 واحد وزيادة يجندن أكل ملان في كاس فرنسا السلاح أكل ملان سليباس أكل ملان سانتا جرنط الشهر أشو خدم الوقيم وقيم أجمعا ويد سوى شو حكم الثورة في الإعدام أجمعني الأسبوع أجمع ثلاثة على عشرة على خمسة أثني داوين ريف عنده يقرب الثكنة العسكرية عنده تقرب هي التيرين ديك السن العوغاش أثنا نغن عشرة ترصاصين وهنا ثوث 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 ميولي واس أروحنا على الضبط إلا الثكنة العسكرية يوميا السنين أروح أتظلم المجاهدين ينغى أثني أدوين الضبط النير أدي الضر أليف 10 15 4 نغنتل باللي ولدي اذا المجاهدين تلحاك النيم هذا كل مده يبواس نغن واحد خمس سنة ستة وبعدين روحنا خبرنا الضابط ناس راحت تزرى شو نبغى بيديوسا يفد الجمله بوي ذاك يموثن يون نسن يون يون ذا قومي 100% يعني ذا قومي يزاد الحادث الناس اللي بغيت نغم وقيم نغم كلهم هي الوقت اللي يبض خبر على القياده ومرد المجاهدين هذاك الملان هذاك الملان وقيم 500 وقيم ومقال العصور الازرق هذاك الملان لكن ولينا الوزاد باستثناء يعني شويه وبيضنا الوزاد حطيت في فرنسا تقريبا 27 نغ اكثر شويه انا اقل بالضبط ونحصار بالضبط واذا ما وقيت طفيت فرنسا وما يويض ولين السلاح نياك المال السلاح سلي بس دسن ولين على الثوره يقيم كلمه واحده امشي تسمى العمليه العصفور الازرق وين كني يتكلف فرنسا العمليه وين كني يدني وتقرار سميس وين يسعى الحافلة أيوة. الحافلة صروحود يعزو هنا لما تيزي وزو أشو يتوكث من فلاس العصفور الأزرق العصفور الأزرق إما لا الرمز العصفور الأزرق تسجي سمانس أخطامي وين قامت العملية والحافلة ينس العصفور سمانس العصفور الأزرق بارك الله فيك حاجة قليلة جدا 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 مما يجب أن يقال بارك الله فيك فضيلة الأستاذ محمد صالح الصديق احنا ورضانا في قصيتو عطاس ميدن والسين نش متات نسل زيسي وسائل الاعلام عمليه العصفور الازرق لكن لاش غرنا التفاصيل كي ينسلو يمارو بارك الله فيك فضيله الاستاذ محمد صالح صديق ماشي سهل الحال الثورث محل الثورث النغه انتصر ماشي سهل باش انتصر الثورث لخاطر سلاح ماشي كيف كيف العمر المجاهدين لكن العسكر الفرنسا ماشي كيف كيف الثقافة نسن ماشي كيف كيف هم انتصرا أنا مسلي في العوامل أن الأسباب يجي ثورث النغة انتصر أهم الأسباب بلكة تنين أطاس الأسباب أنا مسلي في أهم الأسباب
العواميل جعل الثورة الجزائرية تنتصر بظن يعني على حسب رأيي 17 ولكن ديني 3 أو 4 سن. العوامل النصر العامل الأساسي في الإيمان عطاسي سيقان وقيت شي درويشنا كذلك كني معليش أتشرف بأن أكون درويشا يعني الثورة الجزائرية العامل أمقران العامل الأساسي يجعل الثورة تنتصر الإيمان بالله سعان الإيمان بالله عز وجل غصن الإيمان الكبير باللي سيدي ربي أثني عاون غصن الإيمان القوي باللي وين يموتن يروح للجنة وين يعيشن هذه تمتع الاستقلال هو العنصر الأول الإيمان ولكن الإيمان أجد لنا ديك سمس لا يطاس طاس ونبكي أجد لنا ونديون العامل الثاني الوحدة الوطنية الشعب الجزائري كل يغالى مشكي يون بنادم لسان واحد يد واحدة رجل واحدة يعني ولاش أكن مال الشعب الجزائري كل يروض الثورة فعجبي الثورة يتحمس الثورة يكري الثورة إلا يقومني إلا حشم يسمع وذاك ما وكذا الشعب الجزائري أكن مال يروض الثورة إذا الوحدة الوطنية أشو يجعل الأمير عبد القادر زعط شعر لالا فاطمة سوفر وأن بها المنجي حنا راه على خاطر الثورة تسن محسوب ثورة جهوية ودوسراك عامة بقلا الثورة أول نوفمبر 54 تنجح النجاح الباهر على خاطر تساد عامة ولاش أمكان تنجح العامل الثالث إلا التحمس الثورة قرقاز مقارن الزين يثمطوث مقارن مضيث وقشيش أكن مالناك سان تحمس الثورة شو لا ونسن هذا ذكر كان يوث الحاجة المشاهد الكريم أميه أقروذ أرداش مشطوحا تحمسني الثورة عام 58 يهطم طوث العاصمة ذقيق العاصمة صغار الراش طمطوث هاكي صار وميت صغار الراش يبس في كياس موضوع إنشائي أشو إذا العنوان لو كنت لا مرئي ماذا تفعل لو كانت سيليض مخفي أشو لا تخبض لو كانت سيدة مخفين أشورة تخبر يعني يهدر يذ في ميدن متى لهير يعني لو كان كتوالينا لا الجيش ذا شورة تخبر القسم ذي 37 واحد أكل ملا باستثناء الزوج من الناس ودني نالا الباقي أكل ملا شو دنان نن لو كان أذيلي مخفين أذنغ يرومين سبحان الله نعم وقيم توكل بالتاريخ مثلا الا المجاهد ذكر سيد المجاهد ذكر في عده مقالات اذا الثوره الجزائريه تنتصر على خطر ماشي يدير كاز كان يقام نيس ماشي دي مغارم ماشي الشباب ماشي الكهول ماشي تلاوين كان ماشي تقشيشين كان ماشي دار اكل ملال أكل ملان أماشكي ذا الفرد ظلت أكل ملان أسميت لا الثورة الجزائرية عامة ولاش أنبا ونروض راجس ولاش باستثناء بعض الناس باستثناء بعض الأشواك ما نذكرهمش كذلك العامل الآخر يسعى القيمة مقرث الاستعمار الفرنسي يعاونها الاستعمار ما دي سلونة مكة ديني أمك الاستعمار أعوذ بالله منه لا أكد سفاما أيها الكريم أمك الاستعمار الفرنسي فرنسا اسمي دي شماذا فرق ير الجزائريين لك أولادها لك الرومين
تحاول أمكان تشبه الجنة وقبل مثلا جزائريا تشبه جهنم وقبل مثلا بحيث الرويس فرنسا فكياس كل الخير جزائريا ثم نعيثا حرمة كل شيء لو كان فرنسا يسوى لو كان فرنسا تجعل الجزائريين دي روميين كيف كيف يلي فرنسا قالت ساقي ما زالت لا شو ني لي كرن ولكن شو يشوف عن فرنسا الظلم مني كراهية كراهية الاستعمار يعني أرجاز الجزائري نظام بطوثة الجزائري غص داخل في أعماقه في نفسه غص في مس شعل بشو الحقد الكراهية كراهية وبعد وقيم وقيم قن أرومي أبشر مين مش كل يوم لا يعني المستعمرين أي غير على خطر سعدد في الناس الحيف حرمنتن كسناس الدينسن كسناس اللغانسن كسناس الهيانسن كسناس الحريانسن كسناس كل شيء أمي ويغال أقجون حشم يسمع كرامكم الله أقجون من فرنسا خير بكثير وصف فرنسا من العرب من الجزائري إذن الكراهية الاستعمار المجاهد أكيد ياس صار الشاشة جنس صار المكوحلة هذه الحوم المعركة أشو إلا يروي النيس أرومي يخدم من كذا وكذا إبابا إما ويعبثي وكذا إلى قد كسا الكراهية النين الحقد النين في مسني غلي وليس سنا أراه يدفعا باش هذه يكشم المجال باش هذه ينغى باش ويشتغل هذا التفير على ما ينغى إذن الاستعمار الفرنسي يعاون عطاس 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 ولكن سي المفهوم يدنيغ سي المفهوم يدنيغ بارك الله فيك باللي يخدم بينا كان اين ولد القرار سوي ان ولا ان غال نكره الاستعمار فوق ما تصور بارك الله فيك فضيلة الاستاذ محمد صالح الصديق في التوضيح وذي تصيغ الكل وشك هات مسلاي في عوامي النصر هني ذي الا 17 عام الهامه 17 مسلاي ذايد في 4 أو 5 العوامل أن مسلاي في الدور نتمطوث يعني دور المرأة دور نتمطوث قثور ثنغ أم بارك أطاس أذي تمسلاي تمطوثني إلا نهروح ذغرس شكا خام وتوغي تسليد وهسيغاها مقياس وورغ أذي تمسلاي في اللاس أطاس الشواهد أطاس القصص غراف مطوث إلا نخدم الثور ثنغ أن مسلاي إن شاء الله أنور المشاهد الكريم نعم ثمطوث الجزائر تخدم الثورة الخدمة ومش على المثال شبا في الناس كتب ماشي مقالات ثمطوث الجزائر ترفع ثمطوث العالم يعني بفضل المرأة الجزائرية تغير ثمطوث مادي ثمطوث سعى الكرامة سعى القيمة سوين تخدم ثمطوث الجزائر ثمطوث السب غسل سرد المجاهدين سب المجاهدين عسة المجاهدين سبيت في براثين تبي الأخبار تموت ثمغان شران شران إلاقا أتي دينير الثوران تخدميث ثمطوث سواء ثمطوث ثاقيا مقرط صمغار متوسطة نغ شابة اشترك نوك يخدمة الثورة اشتباهيون الكتاب يتشو ترجمة للغات مختلفة الكتاب هنجي ذكرى برك تكس البطولة الشجاعة تبطوث الشجاعة تبطوث الجزائر ذين وتصمد نارا مثلا أذكر الصورة يجي دنيض الأخ الكريم صورة تبطوث ومسمى ذات سوار ذات الزوار الذهبي القصة يا جماعة لا عام 55 لكلية مسؤولة عن المالية وعن السلاح في منطقة القبائل القيادة اللي هي
كريم بن قاسم ومحمد السعيد وجماعه ناد ماذا بك نحواجك تصوخض الجزائر تستصلب المثقفين من المنطقه انويلا مع فرنسا انويلا مع الثوره انوا ونلي هكا ويولي هكا قضيه خطيره جدا جدا ولكن من كم شي قدرالي اللي ماشي ماشي وكذا على كل حال وسيغد خدمه القضيه قيمة ذاكي سبع ايام قام بالمجهود كبير ومجهود خطير جدا جدا وقال اذاعات تصل بالناس في الاذاعه في الجوامع في اماكن مختلفه وقام لليست اشحال الا مع الثوره حاجه قليله ضد حاجه قليله على الحياه اسبوع سان قالوا باش هذو غلا المنطقه يساد غالي الشيخ كتو الشيخ محمد كتو رحمه الله عليه الشيخ كتو غرس الخبر باللي كاينين اللي غي الثوره خطر يزراي وسني قيمه ذاكي ما يخدم على كيطاكي يزراي اشو يدينا يناد ماذا بيك يناد الليون السيد يناد وطني يناد تسوي الضر هذيك ثاني ذا وطني يسعى القيمه ماذا بك كيكرم ماذا بك تشري من سي غرس ناس الله يبارك نشي من سي غرس عند يزدغ اسو سطارة وقي اسميس الشيخ عبد الحليم العالم سند مدن الشيخ عبد الحليم عالم نشي من سي ربعا يدنا الشيخ كتون كينينا وكيون الامام قرن الشيخ ابراهيم بوسحاقي وصاحب الدار كذا كنس الماكله إن يد الشيخ عبد الحميد داكيان بابو خام إن ماذا بيك إن دغوري الزوجة إن ماذا بيك تشوفها لا اسمع لي تشمد ثمطوفيس الزوجة ينس تشمد مرأة محترمة سن مثلي ثقيم مي ثقيم إن يسمس لي أشو درنا ثمطوفيسني نادي يا أستاذ خدمة كاكيا الوفوشيس تجبد تكسد إن السوار سوار كيفاش يقولوا القبايا مقياس ايوا تسيد فوسيس مقور من الذهب سعر قيمه علاين غلاين جبديتين شوي درنا كل الفصاحه ند غورك الخبار باللي هم طوث القيمه نس الذهب صح ند دلوقي اسعار ند وقي يغيثي البابا مزوجه ند القيمه نويس ند ولكن ويتساغل يارا الثورة ند ماذا بيك أتفكر التويض أتفكر القيادة الثورة باش داغنيس السلاح الزوجة قدر يعني يعطيها صحة شكرات الشكر بالقرآن الصغرية دي مطاون خطر عيغر عام 55 مازال الثورة و 18 مليح صح لو كان 18 معليش ما تفكد الذهب ولكن في عام 55 وانت تصمتوث باقيين وغلايانا في الناس تذهب مني تفكاشيد وبيغت اسميت تفكر كريم كريم بن قاسم ويسرالا عصي الدمع ولكن اسمي تفكير حكي غاس شوي دنا تصمتوث يتسلو ولا الدمع في عينه تصمتوث بغي غوفان الزرق ما مازالي تسمع كذا اشحال هاكي سنوات تقريبا 50 سنه حوس غفاء في الزوجه هاكي حوس غفاء في الكذا ولا واحد عنده اخبار المصير نتاعو ولكن وين يطفني ربي ولاد يتبع حيثن هذه المال وري واحد الشهر هاكي راه يتصور راه وقبل الحفل كر من الزوج الاساتذه من يدو ماذا بك تحضر حضر اسمي دلقيق كلمه يساد غريين يوان يشكريد إن يا أستاذ إن تمطه النفاف يفكت بضاك النين فكت بضي الكتاب نض بلي فكاد أم سياس نذهب الثورة إن تينا ذعب فيهم فرحة يس مليح ناسيه ماذا بك أي داوي الصورة ينس أي داوي المعلومات في اللاس باش تكتبها في اللاس أقلي الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أقلي شرع الكتاب
شرع الكتاب فهمتها هي لا كنت ناوي النظام خلي شرعها تركا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد صالح الصديق وذي قيمش الوقت عطا مي كي تزور ذا والو شكت مسلايف مطوط هني ذا امطوط هجاهد صرصاص امطوط هجاهد خدم المجاهدين السرداس نار الظنسان ام توث هداوى المجاهدين ام توث يعني يروك كل غوسي وين يريني اريازني مرتني نثور ثنق فضيلة الشيخ ونجي الوقت قريب يقاضى هذه تسيغض اوال النصيحه الشباب يجي الاستقلال ونهني نسلن في البطوله ثقيف سلين في العصفور الازرق سلين في الشيخ الطهار سلين في مطوثاكي عطاس القصص عطاس الدروس عطاس العبر اش ولا التيني ذي الشباب نعم الشباب ذا مزواروث الابطال يعني الرجال ديال الثوره رجال ديال الثوره بناغد الاستقلال بناغد الحريه يعني هذه تاع جوينا دم ما فضل يوم ماشي سيدري من علي ضحية ترى ما لا يفكون دم يدري من طاس اتنشكر سني اعطيك الصحة كشيني ذا الكريم مثل ليل امي يدفكي يدري من اجي ولكن شوية ثانية قلنا دي فكنا الروحيس قلنا دي فكنا الحياتيس صحيح ويدي موثنا في الجزائر ماشي يدري من يدفكان ويعتقر ويدري من فكان ذا الارواح نسال الارواح نسلف كانت نيد اللي جات باش انا عايش نكوني الحريه نهني جرب الاستعمار الفرنسي تو ما ذكدن عاشن المعيشه ولا قاره إيه وبغينا انا عايش نكوني اما كان عاشن موثن اللي جال اردوين الحريه اللي جال اردوين الاستقلال اردوين الحياه العباد ماشي الحياه الكلاب حاجه مثل موثن وقي موثن كان مش اماكن اللي قارن مليون و500 الف ملايين ماشي ملايين ماشي مليون موثن ملايين زمرة دينير 8 ملايين و700 الف وزياده يموثن اللي جا الاستقلال اي غير على خاطر قسمي دشم فرنسا 1830 امي 1954 شرا 1962 شرا يموتنا شرا يموتن الحروب يعدانا شحال الحروب شرا يموتنا اذا قعدنا نحسب على خاطر موتن اللي جالنا اللي جال الحريه اللي جال الاستقلال اشو يعني غير الشباب الشباب يركز ناجين بين الحريه بين سيد روح النهني موتن في كاباتيد الامانه ذي العيبه وقران ذي العيبه ونسعد المثال نهني موثن اللي جانا نعيش بين عرض الحريه نكوني ان ضياع الحريه هاكي نغصت وقمال القيمه نغ وتنبنى على خاطر الحريه الحريه شو المعنى الحريه؟ الحريه توكسن القيود الحريه الشعب الجزائري لا يتقيد يفاسني تقيد يضرني تقيد ويجبر اللي يخدم حتى حاجه الثورة في كساس القيود اللي فاسنيس كساس القيود اللي ظهرنيس اللي جال باش هذي بنو باش هذي يخدم باش هذي يصون الاستقلال باش هذي يبني الاقتصاد باش هذي يتعلم باش هذي يعلم باش تغال الجزائر مزدهرة باش تيلي الجزائر خير تمور النار ما إلا وماك وفان ثامورثي وسيري خير تمور النظام وايضا النظام كذلك هذه خدمة جهود بكيري ثامورثي سخير تموري هذه لي التنافس التنافس الى كوني الشباب السجين الى قد اذنون ثامورث نسن الى قد سعون النيف الاباء نسن الجدود نسن بوناس الحريه نهني على الاقل الحفظه في اللسن مساله ثانيه أدينيغ الشباب متينو علاقتكم بالله ماذا بك متنا الناس القوين الرابط مع الله سبحانه وتعالى ربي هني خلقا باش نهتني عون باش نهني صار باش نسنيفك باش نتكسر خطر ربي صعيب بقلي فكاكي فكاكيد يوث النعمه وتثوى نظره
وتخضبرا اكني اكني لا اكتيكس ربي اك تسقي العدايد ربي اك ديفك ولكن ما قلنا ها ربي واش قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ربي شو دي قاري الشعب الجزائري عصى ربكم ان يهلك عدوكم بشي لمحال الشعب الجزائري ربي اذي هلك اعذى ونون او يفك الحريه ولكن باش اكون الضر اشوار خدمهم سالحريه نيا ما قلنا لي بني عاث بنو ميس ما قلنا ذا الخير عاث خدمهم ميس ما قلنا ذا صلاة على صلاة ميس اثن او نيجي الاستقلال او نيجي الحياة نون الحرية نون او نيجي في القوة ما قلنا وخيم مالكة او نيكس كل شيء. فضيلة أستاذ محمد صالح الصديق بارك الله فيك في التوضيح ويسيغ ذي مفرج النغ الكل تنميرت هوري ذا نغد 140 الكتوب ومازال شان تاريد الثورة تغيشت المسؤول إعلامي ثورة النغة مبارك في ليبيا تغيشت المسؤول الإعلام مسؤول المال والسلاح قل بداية الثورة هيري ذا طاس الأعمال إلا نسرم إن شاء الله ربي هذا يسيغ الحسنات إن شاء الله ذا أعيش السعيد ان شاء الله يا رب والآخرة السعيد ان شاء الله بارك الله فيك باش نزرك كي نغلت عاد ربنا يحفظكم ايثما ايسما قلان وض نقول الحصه تنسرى ان شاء الله من تينا فضيله الاستاذ محمد صالح الصديق تيلي وض ويذف ولون بالخصوص شي مزيانا الا نزر دينغ اذا كان المجاهدين الشهداء ايرين الكل ما تنسلو نتيني مارو الامانه تنفسنا فسنا فسنا